رئيس جمعية العطاء بلا حدود للبيئة والتنمية. الأهداف ديال الجمعية وهو عقد شراكة مع مؤسسة أمانديد اللي كانت خلقت هذا المشروع ديال القوافل الطبية سنة 2012. عملنا من 2012 إلى حتى 2016-17 34574 اللي دوزنا ديال مستفيد ومستفيدة. وكانت هذه القوافل كانت بداية ديالها وهو التحديث حول ديال السكر والضغط الدموي وتخطيط ديال القلب. من بعد عملنا عقد شراكة مع مندوبية الصحة، دخلنا في هذا البرنامج هذا تحديث حول داء السرطان. الهدف من هذه القوافل وهو تحديث ومخاطر حول هذه الأمراض اللي هي ديال داء السكر وديال التونسيون وشنو هي المسببات ديالها مستقبلا. اللي مطلوب حنا من كمندوبية اللي كنا كنطلبوا منها وهي نستافدوا من هذه القوافل وهو الدواء. الدواء اللي كان دائما عندنا النقص في كل قافلة اللي كان، ولكن كان الشكر اللي كنشكروا حنا دائما اللي كان التفكير ديال هاد القوافل كانت هي كان مؤسسة أمانديد اللي حنا بدينا معها سنة 2012 إلى حتى 2018. والحمد لله كانت واحد المبادرة طيبة اللي كل شيء كيشكر هاد القوافل في أي مرحلة اللي كنمشيو فيها. كنعملوا أربعة المراحل في كل شهر اللي كنعملوا فيها من 300 حتى 400 واحد مستفيد على كل سبت اللي كندوزوا فيه. وكنطلب الله التوفيق من الجميع وشكرا للمؤسسة أمانديد والأطر ديالها. وكنشكر جمعية دارنا اللي استضفنا اليوم هذا عندها هنايا اللي استفد فيها 178 مستفيد وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كما كتعرفوا هذه النسخة السادسة ديال قافلة الصحة اللي أمانديد في إطار الشراكة ديالها مع جمعية عطاء بلا حدود ومع مندوبية وزارة الصحة اللي كتقوم بها كعادتها في جميع السنوات. هاد القافلة هادي اللي كتهم اللي كتخص مجموعة ديال الفحوصات اللي كيقوموا بها أطباء في إطار هاد القافلة هادي. هاد الفحوصات كتهم يعني أمراض القلب، أمراض السكري، واللي هي كتكون مجانية. وكنقوموا بهاد القافلة في مجموعة ديال الأحياء اللي هي فيها واحد الهشاشة. هاد القافلة أيضا هي أيضا فرصة لنا حنايا في إطار مجموعة ديال الأعمال الاجتماعية اللي كتقوم بها أمانديد لتحسين الوضعية ديال السكينة اللي يعني في وضعية هشة. حبيبة بوزردة مديرة التربوية في منزل جماعي للشباب. جمعية دارنا كتهتم بالأطفال والنساء في نسقين صعب أو في وضعية صعبة. الهدف العام ديالنا هو أننا كندمجوا سواء أطفال أو نساء سواء في سوق الشغل بالنسبة للتكوين المهني أو في المؤسسات التعليمية بالنسبة للوليدات اللي كيقراو. الهدف ديالنا أننا كنخدموا أصلا مع الفئة المهمشة في المجتمع اللي ما عندها شي أن سوتيان لا من خلال لا من الأسرة ولا من المجتمع المدني. دونك حنا كنخدموا مع الوليدات اللي ما عندهمش مستوى دراسي، كنعملوا التكوين اللي ما عندهمش حتى السادس ابتدائي، ما كتقدر تستقطبهم حتى مؤسسه حتى يعني تكوين الدوله. كنخدموا معاهم على التكوين والادماج المهني باش كنرجعوهم سوق الشغل. كنحميو هذه الفئه انها ما تبقاش في الشارع، ان هذه الفئه اللي ما خصنا ما بغيناهاش هي اللي تخرج يعني سواء كتسول ولا سواء كتدخل في المتاهات المخدرات ولا المافيات. كاين مجموعه الاطفال اللي كينحرفوا وما كيسيبوش اللي كيجمعوهم، اذا اولا كيحرقوا كيمشيو بغيو يمشيو للضفه الاخرى. اذا حنا هاد الوليدات كنخدموا معاهم وكنرجعوهم سوق الشغل، يعني سواء الناس اللي عندهم الخياطه نجره عندهم مجموعه الورشات التكوينيه لا داعي لذكرها. كنخدموا هذا اون باغلي مع الامهات، عندنا امهات الوليدات اللي كيتسكنوا، عندنا وليدات النساء اللي في وضعيتهم صعبه، النساء اللي ضحايا العنف، النساء اللي ما عندهمش التكوين، اللي ما عندهمش مستوى مسكن لا دراسي ولا ثقافي، كيفاش يتعاونوا مع الاسر ديالهم يعاونوا الاسره ديالهم. هاد الزياره صراحه كانت مفيده بزاف، لان المراه اون جينيرال كتبغي الاهتمام. حست بان مجتمع مدني او لا مثلا بحال شركه أمانديد اهتمت بالصحه ديالها، للصحه عندنا التتبع ديالهم في الصحه الانجابيه في لي ديسبونسير اللي كنوجهوهم ليهم. وباش تجي واحد الشركه وتجمع هاد الامهات اللي يستافدوا النساء اللي هنايا في المنزل الجماعي للشباب بليتو للنساء، استفدوا الامهات ديال الوليدات اللي عندنا في المنزل الجماعي اللي حي الحافه وحي مشان وقصبه ومدينه قديمه، يعني استفدوا واحد التفاته مزيونه فرحوا بها
وملي شافوا الاطباء هنا وخرجوا كانوا فرحانين، حسوا بنوع الاهتمام. كنشكروا بزاف امانديس على هذا الموضوع.